على العناية بالوجه بالأيدي يعني خلال شهر رمضان. معنا السيدة ملكة مناصف، خبيرة تجميل بمدينة رباط. سيدة ملكة صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. شكرا، بارك الله فيك يا ملكة. شفنا البارح الأظافر والأهمية ديال العناية بهم للحفاظ على أيدي جميلة وبصحة جيدة. أي تماما، باش نكملوا اليدين اليوم باش نعتنيو بهم. اليدين تنعرفوهم هما طبعا الاظافر هما الاطراف المعرضه اكثر للنظرات من بعد الوجه، خصهم يكونوا دائما جميلين، ولهذا خصنا نوالفوا بعض العادات البسيطه. ولا ولفنا هاد العادات دائما بقاو يديهم يدينا مزيانين. هما معرضين في الصيف للشمس وفي الشتاء للبرد، كلشي هادو قصاوة عليهم، فلهذا هما اللي تيتأثرو بزاف وتيتكمشو وتيكحالو وتيوقعو فيهم طوايع. يعني إلا ما كانش العناية مداومة دائما ما غادي يخسرو. تيخسروا نهائيا وتيوليو يعني المرأة تتعرض أكثر من العمر ديالها غير من يديها. نعم، تيكونوا اليدين حرش، تيكونوا الضفار مريشين كلهم وخايبين، تيكون شكلهم ماشي جميل. نعم، الايدي كتكون شكلها ماشي جميل. فلهذا خصنا على الاقل مره في الاسبوع ندوز عليهم واحد طرف الحامض او جوج مرات، لان الحامض تيرطبهم وتحيد لهم ديك القشره اللي فيهم من الفوق، ونحكو فيهم ضفارنا. وهي داك الحامض اللي تنعصرو، مثلا عصرنا واحد طرف الحامض ديال باش غادي نديرو شي حاجه ولا شي ماكله ولا اي حاجه، هذاك الطرف يتعصر نخشو فيه ضفارنا وندور نحكوهم مزيان. يعني هذا بسيطه ونشللوهم. يعني شحال تنستعملوا الحامض بزاف؟ نستعملوه بزاف، ولهذا نخشو فيه ضفارنا ندوزو على ظهر يدينا دغيا دغيا وصافي. فهمتي هذه عاده؟ بحال غنفركو يدينا شويه بديك القشره ديال الحامض اللي بقات لنا، غطيع غطيع غنستعملوه. نحلو حامضه فهمتي، غير هذيك القشره اللي عصرنا الا درنا فيها ضفارنا وحكينا مزيان مزيان مزيان، الضفار تيبيضوا اولا وتيقصحوا وتيتحيدوا لهم دوك الجوانب ديالهم اللي تيكونوا حرش اللي كيبقاو يقطعوا من العيال، هذوك ما يبقاوش يترباو نهائيا، تترطاب هذيك الدائره ديال الضفار. واليدين كذلك حتى الا كانوا طبايع ولا شي حاجه، هو فقط خاصنا ندهنهم اللي نساليو الشغل، ما يبقاوش ناشفين وما يأثرش عليهم الحامض، ولكن تيعطيهم واحد النظارة. هو المفتاح ديال الجمال ديال اليدين هو الحامض. تحيد هذيك الحروشية وحيد كما قلت البشرة الميتة وكل شيء. ولكن خصهم يتدهنوا دائما من مور هذا الحامض، تكون دائما عندنا في الصاك ديالنا، فحتى الا نسات السيدة قبل ما تخرج ما تدهنهمش، على الأقل عندها في صاكها واحد الحكيكة ولا واحد التيب ديال الكريم تتدهن به يديها خارج البيت. واش نشريو كريم خاص ديال الايدي؟ كاين كريمات خاصين ما غاليينش ديال اليدين. نعم، من الاحسن نشريو حكيك. علاش؟ لان باش بغيت باش نزيدو فيه معلقه صغيره ديال زيت اللوز او اي زيت او ارغان او اي زيت عندهم مفضله، تيخلطوه مزيان وتتدوبل هذاك المفعول ديال ديك الكريمه. نعم، لان الزيت هي اللي مفيدة لليدين، البشرة اليدين. نخلطوها معاهم ونخليو داك الحكايه تنبقاو ندهنو منه، ونخليو واحد في البيت دائما. او هذيك اللي عطيت باش يستعملوا، عطيت واحد كريمه كتستعمل ديرها في الحكايه وكيكون واحد هزه معاه. نعم، ما نهملوهاش، نستعملوها ما نساوهاش دائما، وخصوصا في الليل عند النوم يباتوا اليدين مدهونين، سواء كريم سواء واحد زيت او اي حاجه او فازلين للنوم دائما، ما يباتوش يد. يعني السيدات كيقولوا غيبات يدينا من زعلكين، هي يمكن من زعلكين تتشرب. نعم، واحد ثلاثة أربعة دقائق كتحسي بيدك نشفات. نعم، شي ربع ساعة نص ساعة قبل ما ينعسوا تنشف داك الشيء، وماشي بكثرة، أنا ما تنطلبش منهم كثرة، يعني شوية أحسن من بلاش. لأن إلا خليتهم يابسين تيتأثروا بزاف. نعم، فهمتي، لأن السرعة ديال العمر ديالهم كتكون سريعة أكثر من الوجه، يعني غادي يتكمشوا دغيا إلا بقاو يابسين. نعطي بعض الماسكات اللي يمكن اللي يعملوهم اليدين اللي هما خاسرين، يعني ناشفين مقشرين في مكحولية أو حرش. تياخذوا صفر بيضة، نعم، معلقة زيت
اي زيت بتنسهل عليهم، لان باش ماشي ضروري شي زيت غاليه او ما كايناش، او اي زيت يمكنهم يعملوها في هذا الماسك. معلقه ديال العسل، نعم، ويحركوا مزيان وتدهن على اليدين. هاد الماسكات بحالهم بحال ديال الوجه اللي ناشف، بحيث يصلحوا حتى الوجه. نعم، بعض المرات كنحلوا بيضه باش كنقليو بها شي حاجه، ولا كندهنوا بها الوجه. معلقه صغيره نهزوا منها شويه، نضيفوا لها شويه العسل وشويه الزيت، ونستعملوها اليدين ديالنا. كيف ما قلت يا ملكه، ماشي بالضروره غنخصو نخسرو شي حاجه، كلشي قدامنا. نعم. غير الا ما بغيناش هذا. وعلاش بغيت يكون تكون عاده نولفوا نديروا هذا الشيء، نهزوا شويه ديال البيض، نزيدوا عليه شويه ديال السل، نخلطوا ونكمل شغلي. يديا مدهونين تيبس فيهم الماسك. نعم. ندهن من بعد اي غسيل، نجي نعس نكون حاطه عند راسي البو الحك ديال سميتو ديال هاد الكريمه. نعم. اللي غادي نبغي ندير ليديا ساكي يكون هو يكون موجود. فلهذا هذه واحد عادة نولفوها تتولي حتى تيبقاو اليدين دائما رطب وجميلين. نعم، غيبداو يضايقونا لما دهناهمش الا ولفناهم. نعم، تسيبهم حورش ولا ناشفين خصك دينيهم. ماسك ثاني ناخذوا طرف ديال الافوكا. احنا عملنا واحد شلاضه مثلا، نعم، تنحيدو تنطرفو واحد طريف ديال الافوكا، تنطحنو تنصوبو بالفرشيطه تتطحن مزيان، تنزيدو عليه عصير ديال الحامض ومعلقه صغيره الزيت. نعم، وتنخلطو مزيان كذلك تيتدهن ويبقى على اليدين. فقط المايونيز كما قلت، نقول دائما ان المايونيز مزيانه الا وجدناها في الدار طبيعيه، نهزو منها ندهنو على يدينا. الا كانت ديال التجاريه ديك اللي تتباع كذلك ندهنو على يدينا ونخليوها. هذه مساله بسيطه جدا، يعني من بعد ما المايونيز راه كتبقى واحله في الدراب شويه، كتبقى هذاك شويه اللي باقي ندهنو في يدينا ونديرو به مساج شويه وعاد تشلل. حليب مركز محلى، كنا غادي نعملو شي حلوه ولا شي حاجه، داك الحليب المركز ندهنو على يدينا كذلك ويبقى حتى على الاقل 24 دقيقة تينشف في اليد. ما تينشفش ولكن تيعطي الفعل ديالو. معلقة ديال الشكلاط غبرة، نعم، مخلطة مع معلقة القشدة الطرية، فقط تخلط مزيان 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 وكتدهن على اليدين. نعم. معلقة ديال تنزيد واحد معلقة ديال الزيت في هذا الاول، قشطة طرية الشوكولاتة والزيت. والزيت معلقة صغيرة الزيت. نعم. واللي عندهم طبايع في يديهم دوك مقاطي كحل، أو يحاولوا يعملوا جوج مرات في الأسبوع واحد الماسك ديال الحليب غبرة، معلقة الحليب غبرة كبيرة، ويخلطوه بعصير الحامض اللي غادي يخص يتخلط. ما عطيتش المقدار الحامض، وانما عينهم ميزانهم تيخلطوا وتيشوفوها تولد بحال الكريمه ويدهنوا على يديهم. نعم. هذا تيبقى حتى تينشف تيغسلوا يديهم، ولكن خص ضروري يدهنوا من بعد. يدهن من بعد. نعم. جوج معالق ديال الحليب غبرة. والقياس اللي غيخلطهم تاع العصير. ديال العصير. صندوق الحامض. وتيبقى 30 دقيقة. ويدهنوهم مباشرة من بعد. وفي النهار إذا كانوا خارجين، الناس اللي عندهم طبيعة في يديهم دائما يعملوا الواقي الشمسي على يديهم بحالهم بحال الوجه. تيدهنوهم على تيدهنو الكريمة على يديهم وتيعاودوها عاود إذا كانوا خارجين مثلا في وسط النهار، كما قلت بحالهم بحال الوجه. وفي السيارة خصوصا إذا كانت السيدة تسوق دائما اليدين متعرضين أول للشمس، ان الفولون في الشمس تكون تيكحلوا بزاف. نعم، تيكحلوا بشكل. فلهذا تنصحهم يديروا واقي شمسي كل يوم، ومن لي ويديروا هادو ليغون. نعم، ليغات في اليدين، في ليغات باش يحافظوا. هذا مضوب، لا كاين الواقي الشمسي ويزيدوا ليغات باش تبقى يدهم بيضاء مزيانه، لان الشمس ماشي غير اللون فهي تتشرف، لان الشمس كتقتل يعني كيتكمشوا لهم اليدين.
هذه الأشياء الخايبة خصوصا في 12 ما بين 12 و 4 وديك الشيء تشوفي السيدة بيضاء وهذا تشوفي يديها كحل. نعم يعني وكاين أنواع اللي رهيفين ديال القطن زي مس الصور. أي رهيفين ماشي اللي كونغلاتي كاين دابا رهيف ديال الصيف. ديال الصيف. يعني البويض أو في الألوان راهو مخفف. نعم. حافظوا على اليدين. ولا حفظنا عليه ودرنا هذا الشيء كله كنا على يقين أنه هذا خويتهم زيانين إن شاء الله. ملكة شكرا غنتلقى غدا إن شاء الله في نفس الموعد.